وهذا المنظر وادي ظهر وادي بنا. شوف المنظر الرائع انه اخضر، وهؤلاء العيال انه فارس وعدل وعبد الرقيب، انهم يشوفون الدار، دار الحجر، بيت الامام، بيت الامام سابقا. وهذا المنظر الرائع، انظروا الى الشجر والى فارس وعادل. يا فارس وعادل، ما رايكم في هذا المنظر؟ عالي قوي. ما رايك يا استاذ عادل؟ متعتل. راحت بال كل شيء. رايك؟ لا ما في شيء. شوف هذا كله عندك يا البريه. شوف شوف. والله صار زوم. زوم بيت الإمام هناك. ما في الزوم؟ في لكن. هنا هنا. هنا بيت الإمام هناك تحفة يا أخي. هو هذه. عاد أنا بندخلك الآن. تشوف داخل 1000 غرفة. ما تعرف يمكن. إيش حول التعرف؟ خلدي غرف فول. طبعاً هذاك بيت الإمام اللي في الواجهة ذا. في له أكثر من 1000 غرفة. كبير داخل البيت، يعني متعة. بنروح بعد شوية. حياة هنا. ما أنت عبد الرقيب؟ هلا. ويش؟ منظر. عجبك المنظر أحمد؟ لحظة بس أجيب التلفون وجلست أشوف. شوف هنا، شوف الجبال. حاسس. أصورك من دلوقتي قد أنا تحت أنا التلفون. محمد. محمد محمد كامل، فين دار الحجر؟ فينه؟ لا ايوه اوكي. هذا دار الحجر، وهذه ارض خضراء، هذه كانت بيت الامام. في داخلها بير، في داخلها 1000 غرفة، صح؟ 1000 غرفة داخل بير، بير ثلاث بير داخل. اعرف البير انا، بير واحد بس عميق. ايوه بس انا انه في هذا اليوم شوف هناك البعاء فارس المعيز بعاء